هاد الفيديو هذا اخوتي بغيتكم تجاوبوني اين مدينة انا غادا ليها، طبعا من خلال هاد الفيديو اللي قدامكم وهاد اللقطات الاولية ديال هاد الضريح هذا، غادا لواحد المكان، انتوما غتجاوبوني اين مدينة انا غادا ليها. خوتي هاد الرحلة هادي كانت مفاجأة ليا، من بعد ما اتصلت الاخت ديالي كانت قطعت باغ لانترنيت التيكيت ديالها، انا ما لقيتش نهائيا ليا التيكيت. دابا حنا مغامرين، كنا نقطعوا القنيطره طبعا، تما ربما شي واحد ينسحب من الترانات اللي جايين، كان التران ديال 7 ديال 8 ديال 9، المهم انا قطعت ليا في التران ديال 9 وهي كانت مقطعه في التران ديال 7. ايوا هانتم معايا في هذه الرحله خوتي المفاجئه. اللي بغيت من هنا ولا من هنا؟ متقولي 1% الزهر. هادي المرة كش هذا بحال داك اللي مشينا فيه ديك المرة وسلاح، شو كي داير؟ وهنا كنا وصلنا المحطة ديال القنيطرة، هي عندها التران ديال 7 وانا عندي التران ديال 9، كي غنديرو؟ يعني الليل بالنسبة للبنت تيكون شوية خطر، وتتعرفوا بأن لاكار تتحط في دار ضبيبغ يعني، وحنا غاديين للمدينة القديمة. أنا قلت لكم الحي ربما تعرفوا المدينة اللي غادا ليها. شوف أخوتي مازال يتنسولكم أين مدينة أنا غادا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على الحبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان ديالي الغاليين، اليوم أنا غادي مسافرة لمدينة فاس. إيوا راكم عارفين مدينة فاس وعيد المولد النبوي الشريف وزيارة الأهل والأحباب، إن شاء الله نلقاهم على خير وبخير. وأنتم معايا في هذه الرحلة. كاين اللي عرف وكاين اللي ما تنظنش غيكون عارف. المهم هنايا هذه هي العاصمة العلمية للبلاد مدينة فاس. وصلنا معطلين، كنت درت مع الأخت ديالي أننا غنركب معاها تران ديال 7 وداك الشيء اللي كان، واخا طلع الكونترول انا مخلصه طبعا التيكي، قال لي مازال التران الثالث هو اللي غتركبي فيه، ولكن الحمد لله دوزها ليا باش نوصل بكري انا مع الاخت ديالي. جينا عند الخاله ديالي اللي في المدينه القديمه وتنطل من الشرجم حتى الضجيج زعما كاين بزاف، هي جات حدا الزاويه ديال سيدي احمد التيجاني، وكاين الافارقه تيدوزو تيغوتو كما تلاحظوا لتحت، وكاينين اللي جايين من جميع انحاء العالم باش يحيوا هاد ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وحنا كان اليوم الاحد، طلعت لعند الخاله ديالي السطاح عاونتها في التنقيه ديال الزرع، طبعا انتم تلاحظوا صورت لكم هاد المناظر من الجبال اللي تتحيط بها، ومره مره فما تنسمع الضجيج. حنا ما مولفينش كيوكاك اخوتي تنطل وتنصور لكم، أغلبية سنغاليين أغلبية. المهم خرجنا هنا غنديروا واحد الجولة وهانتم معايا في هذه الجولة هذه الجميلة جدا في زقاق المدينة العتيقة. وأي بلاصة غنمشي ليها غنقول لكم سميتها طبعا، غنبداوها من هنايا، غنبداوها من جهة سيدي أحمد التيجاني المعروف اللي تيحتفلوا كل سنة كأنهم عندهم عيد، تيجتمعوا فيه تيديروا الأطعمة تيحيوا الذكر. هانتم معايا في هاد اللقطات الجميلة من جهة سيدي أحمد التيجاني، وحنا غاديين غنديكم الضريح ديال مولاي إدريس مؤسس هذه المدينة مدينة فاس. والآن أخوتي غتشوفوا معايا الباب ديال سيدي أحمد التيجاني كي عامر. هذا شنو هو؟
هذا غير مسجد. ما لقيت كي ندير، ندخل لاخوتي نصور من الداخل، ولكن ملحوقه ان شاء الله معنا قريبه دغيا ندخل ونصور لكم الاحداث كي داير الداخل. اليوم عندهم الليله ديال عيد المولد النبوي الشريف، يعني خليت البلاصه عامره ما عندكش كي ديري. غندوركم في المدينه القديمه وديكم المولى ادريس باذن الله. وهذه هي المدينه القديمه مملوء اخوتي بالدكاكين، اي حاجه تقليديه تتبع تما، اي حاجه كاين البخور، العطور، الملابس التقليديه، كاين الاثواب، يعني اللي باغي يشري شي حاجه تما موجود. كان اختي واحد يوسفي شو هيك قلنا شو هيك نسيت كريمة؟ عادي والو والو ما كاين حتى حاجة. غريبي عاد دخلي ليا في الخط نحطك. قلت لبنتك عاد دخلي ليا في الخط نحطك. لا كريمة عندي الدنيا هاني، عاطياني لا فيغ ما يسالش شي واحد. ها بلاتي عاودي عاودي. لا ما عرفتش تنصور ولا لا. نزع الأحذية قبل الدخول، عيدوا صبابكم. Thank you.
والحمد لله انهم خلاونا نصوروا داخل الضريح. هو هذا الضريح ديال المولى ادريس الثاني المدفون في نفس المدينه اللي بناها. طبعا راكم عارفين بان اول دوله اسلاميه في المغرب هي دوله الادارسه. هنا كاين الابن ديالو الكبير مولاي ادريس الثاني مدفون، وخديت بعض الصور الداخل، وكانت دايرين تاهما حلقه الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سالينا جات الوقيته ديال الصلاه، قالوا لنا خصنا نخرجوا، وخرجنا طبعا بانتظام، وكان زحام اخوتي ما نقول لكمش عليه، وكل واحد تيلبس الاحذيه ديالو في الباب وغيشد الطريق، اللي غيدور غيدور، اللي غيرجع لدارو غيرجع لدارو. طبعا حنا مازال مستمرين في هذه الرحله، وغنحط لكم مجموعه ديال الفيديوهات عن مدينه فاس العتيقه، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.